اللي بتعمليه ده مش هيجيب نتيجة يا كريم. أنا السبب، أنا السبب في موت نادية يا ريتيل. عمرة؟ أنا عارفة ومتأكدة إن مروان ورا موت نادية. أيوة، لأنه عمره ما كان هيهدى له بال ولا يستريح غير لما يشوفها جثامة ده مرمية في تربته. عشان بنتك تعرف بس إن إحنا كنا على الحق. بنتي؟ بنتي مين؟ أنا ماليش بنات غيرك يا حبيبتي. أنت اللي حاسة بيها وحاسة بالنار اللي جوه قلبي. إيه اللي في دماغك يا كريم؟ طالما وصلت بيه الدرجة إن يبعت حد يقتل نادية، يبقى العين بالعين والسن بالسن والباقي أظلم. يعني إيه؟ يعني البيت الكبير ده مش لازم يبقى له كتر ولا زرع غير زرعتك انت وبس، انت وبس. لا افهم بقى. البنت اللي اسمها مفيدة مالها؟ مالها؟ مش فارده لوحها ونفخه نفسها عشان حته المفعوص اللي هي جايباه؟ عايزه تموتيها يا كريمه؟ مش لازم يموت، يتوه، يتخطف، يقع في الدرع. وزي ما انتي ما بتقولي، حسن مش فاضي اليومين دول، ما هيصدق يخلص منها. ايوه عندك حق. حياتك هنا دي، حياتك يا نادية لولع قلب كل واحد فيهم، هولعهم كلهم بالنار، بالنار. يا بنت أخويا بس البنت ما جاتش. لا يا ماما. يا أخت قلبها حجر سوان زي ما تقولي ما صدقت. سمعت الخبر يما؟ بتاع ناديه. يلا في داهيه عبال باقيين. تلاقيها لما تتسماش اكيد. هاي. اهلا. ست جبريه موجوده؟ ايوه اتفضلي. يا مرحب يا مرحب. ازيك؟ انا قلت اجي اشرب معاكي القهوه. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا 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 شمسي، خد الواد طلعي فوق. حاضر يا أمي. على مهلك يا أختي سم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة حلوة. على مهلك يا أختي وأنت ماشي. حاضر يا أمي. يا مرحب يا مرحب. والله أنا قلت ده كانت زيارة وما هنشوفكيش تاني. قعدتك حلوة بجد. أنت اللي حلوة يا حلوة. والله أنا أحبك، أحبك من قلبي، كأنك يعني أخت بنت أمي وأبويا. قولي لي يا حلوة. نعمين. عايزة إيه أنا سامعاكي؟ مروان. الله يرحمه. مش أنا سبق وقلت لك إن كان في شغل كبير قوي ما بين عبد الحكيم ومروان؟ قادر ولا عاوج؟ بتهيألي نشرب القهوة الأول، الموضوع كبير. عاوج صح؟ آه. ومروان عايز أكله كله في عبه لوحده، صح؟ هو للأسف مش فاهم، الحكاية مش هتمشي بإيديه. أمال بقيت محرم؟ تسلميه. ولا محرم. ها؟ يعني لا مروان ولا محرم؟ امال عايزه مني ايه هنعاد؟ عايزك انتي. احنا عاوزين حد يشتغل معانا، حد من اهل البلد.
حد يبقى فاهم كويس قوي كل كبيرة وصغيرة فيها وعايش وسطيهم. من الآخر كده عاوزينك انتي تشتغلي معانا. يا سلام، يا ريت يا أختي كان على حبة عيني. أنا صحة، عارفة البلد كلها نفر نفر، صحي كمان عارفة كل البلاد اللي حوالينا، بس يعني أنا طول عمري قاعدة في بيتي وإهده يعني معززة مكرمة، لا عمري بعت ولا اشتريت ولا أعرف الحاجات دي. حبيبتي الموضوع سهل جدا، وبعدين احنا عايزين حد قوي، وانا بتهيألي من وجهة نظري انا مش شايفة خالص حد اقوى منك في البلد دي، ولا انت شايفة حاجة تانية؟ وانا هستفيد ايه؟ هتبقي كبيرة البلد، محدش هيقدر يقولك تلت التلاتة كام. يعني البلد كلها بناسها بحالها تبقى في يدي بتاعت رجلي؟ طبعا، ورجالة وستات. عيني عليك يا كريمة. أنا عارفة إن أنا ما استاهلش رحمة ربنا، وعارفة إن أنا كنت هفشي وعملت اللي استاهل عليه القتل كمان، بس ربنا كبير وبيغفر. إن ما كانش عشان أنا يبقى عشان العيل ده. وبعدين أنا اتجوزت حسن وعايشة معاه. لا، أنا اللي عايشة معاه، أنا اللي بتحامى فيه. امشي يا مفيدة، امشي، خدي ولدك وهجي من البلد. حسن ما عادش فضيلك، وكريمة كان عندها حق، محدش في البيت حاسس بيكي. وخليكي كده ما تروحيش، محدش هيسأل. يا بنتي يا حبيبتي، لما انت هتتجنني على ابنك كده ما جبتهوش معاكي ليه؟ ليه سبته لهم هناك؟ هما لازم يعرفوا ان انا مش هاممني حاجه ولا حتى الوقت. يا سلام، بس انت كده هتموتي. معلش، هبقى كويسه ان شاء الله. قولي لي بس، ايه اللي ناويه ترتبي له الفتره الجايه؟ فتحي، الواد ده هبل وانا ما بحبوش. هبل ايه؟ انت اللي هبله. فتحي ما بقى زي الاول. اساليني انا. مين؟ مروان راح فين؟ عايز اعرف لو مروان له يد في موت ناديه ولا لا.